ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. والنهارده ده الجزء الثاني من فيديو جارب السناكس الجديده او الغريبه على حسب. في ناس ممكن تكون بالنسبه لهم غريبه، وفي ناس بالنسبه لهم بس جديده لكن مش غريبه. فالمره دي جبت سناكس من سعودي هايبر ماركت. هو اكتر واحد بيكون عنده سناكس اللي طالعه جديد، حاجات مش منتشره قوي، حاجات مستورده. رحت سعودي علشان اجيب منه حاجات طالعه جديده، بصراحه انا نفسي اجربها، وقلت بدل ما اجربها لوحدي اجربها معاكم. عندك واحد صوفيا معايا، هتلاقوها طالعه كتير وبتقطعنا. هو مطلع حاجات جديده. فاول حاجه جبت النوع ده اللي هو تايجر اكسلانس، هو ده اسمه والله. جبت هو منزل 3 اطعمه، جبت لهم الثلاثه ماشي، اللي بالسويت شالي، وفي واحد تاني بال ده بخل البلسمك والملح، مش اللي هو الملح الخل العادي، لا خل بلسمك. فلفت انتباهي، انا مش محبين الخل والملح قوي، فمش عارفه اذا كان اللي بالخل البلسمك ده يكون مختلف هيعجبني ولا لا. هنجرب مع بعض. والسويت شيلي بتاعه برضو انا ما جربتوش قبل كده. وتالت طعم هو الليمون. هديكي حاضر من كل واحد، حاضر. ده اسم هديكي من كل واحد، انا شكلها مش عارفه اصور الفيديو. هديكي ده بالليمون الحلو تقريبا والاعشاب، اعتقد دي ترجمتها، ما ترجمتهاش بصراحه. و جوستو، اسمه جوستو، عارفين جوستو اللي هو فيلم الفار الطباخ تقريبا، ده اسمه كده جوستو. بروتين رينجز، مقرمشات الشوفان والحبوب الكامله، بالشوفان والحبوب الكامله زي تقريبا لينو. شيبس ستيك او شيبس شيبس ستيك، تايجر شيبس ستيك مع صوفيا، هي فتحاه وقطعاه. هو ده اللي هو ليون بطعم جديد كده، هو مكتوب عليه صراحه ليميتد اديشن لفتره محدوده في فتره الصيف بس، بالزبادي والليمون المملح. فنبدا باول واحد فيهم وهو الزبادي والليمون المملح ده، وده صراحه مش اول مره اجربه، انا جبته قبل كده، فانا هجرب الطعم معاكم واقول لكم رايي فيه. بس ايه، وفي زبادي، سنه زبادي، وفي طعم ملح، يعني عارفين لما تحسوا الملح مع الليمون مع بعض، طعمه حلو جدا وعجبني صراحه قوي. هو مش شبه اللي هو الساور كريم، بس هو مختلف شويه عنه، وفي من في شبه منه بس مش شبهه بالظبط، بس طعمه حلو جدا. لو لقيتوه في حته جربوه. ده اول واحد، ونبدا بتاني واحد ده. فانا هنبدا بجوستو ده ماشي، اللي هي البروتين رينجز دي نبدا بيها. ده اللي بالجبنه ماشي. اولا ايه ده، شكلها غريب جدا من جوه، بصوا شكلها. لا يا جماعه شكلها لونها بني من جوه، شكلها غريب، انا مش عارفه اظهر لكم هنا على الشاشه ولا لا، بس هي لونها بني. طعم الجبنه حلو، جبنه مسكره شويه، الرينجز دي كانها حاجه مقرمشه شويه وفي نص بافي كده شويه، حلوه اديله، بس مش واو، انا اديله 7 من 10 مثلا، يعني هو تحسوه فعلا يعني في حبوب كامله، في طعم ال عارفين اللي هو العيش السن وانتوا تاكلوه، في كده في الاخر الطعم ده ظاهر فيه. فاعتقد ان هو فعلا بالشوفان والحبوب الكامله، يعني هم مش بيكذبوا علينا، يعني حاسه ان هم معمول حلو فعلا، يعني ممكن يكون ايه مفيد شويه، في بروتين وفي حاجه. جرب اخوه بقى التاني، اسمها دبل سويت شالي، فيه 11 جرام بروتين وفي مالتي فيتامينز، مكتوب كمان ان هو فيه مالتي فيتامينز، وهنا الكالوريز بتاعته مش كبيره، مكتوب ان هو فيه 242 كالوريز، ده نوعا ما مش كتير بالنسبه ل 60 جرام. السويت شيري دايما دايما ما بيخيبش، بيطلع حلو قوي. المكونات بتاعته دي الرز، دي الشوفان، مجروش الذره، شرش اللبن، بروتين، ارز، ففي مواد كتير كويسه، حلو قوي. اديله الطعم ده 8 من 10. السويت شيلي عجبني اكتر من
اللي بتجيب لك متحمسه ليه، فهفتحه واشوف الطعم بتاعه عامل ازاي. بص هو ستيكس كده، عارفين الناس اللي هما في الخليج اكيد عارفينه، عارفين بطاطس عمان اللي في قطر وفي السعوديه والامارات والحتت دي. هو كده طعم الطماطم قوي، حاسه بطعم الشطه اكتر من الطماطم، فهو ميال ان هو يبقى شطه مش طماطم خالص. ف لا مش حاسه ان هو لطيف يعني، هما كنت متوقعه نكهه الطماطم اكتر من كده بكتير، ويكون فيها شويه شطه مش كتير، بس انا حسيت شطه، هو شطه فاهمين، طعمه شطه اكتر منه طماطم. بس الشيبسيه حلوه وجميل، والحلو اللي فيه هو الجلاتين فري يعني ما فيهوش جلاتين، فدي حاجه كويسه للناس اللي عندها حساسيه من الجلاتين او معدتها بتتعبها. تقييمي ليه 8 من 10، لا 7 من 10، عشان هو مش شايفه دي، مش ما فيش طعم طماطم في بقي حاسه بيه يعني، انا حاسه بس ب شطه. نجرب ده اللي هو تايجر اكسلانس بالبلسمك، بالخل البلسمك والسي ملح. بصوا الشيبس بتاعته عامله كده، لا حاسه عادي، طعمه خل وملح عادي جدا، مش لاقياه مميز. فكرت ان هو الخل البلسميك ده هيبقى مميز او فيه طعم مميز او كده، لا مش حاسه ان هو طعمه مميز. اديله 6 من 10، طعمه عادي جدا كانه شيبسي خل وملح عادي. بس الشيبسيه اللي هي بتاعه تايجر اللي هي بتكون قلبوزه كده وتخينه ومقرمشه، بس وكميه كبيره. تشيلي اللي بطعم تشيلي ده شكله، ده مش حرق اللي معاكي، ده مش حرق، دي بقى مش عارفه هيبقى حرق ولا لا. حلو، حلوة قوي. اديله 8 من 10. دان دان دان. تحفة. هو مش حراق، في طعم مزازة مع طعم سكارة لأن هو مكتوب عليه الليمون الحلو، وطعم توابل. طعمه جدا 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 حلو، مميز قوي قوي في الطعم. اديله 9 من 10. لو انتوا عايزين تجربوا شيبسي مميز في الملح في الليمون، ده فظيع جدا. بس اللي بره مصر هل ده موجود عندكم ولا لا؟ اعتقد تايجر ده شركه مصريه ومش موجوده بره، اعتقد ان هو اكيد هو ده في مصر بس. بجد حلو جدا. الاسعار بتاعتهم انا سايبه لكم الفاتوره في الكيس عشان اشوف الاسعار. تمام، الواحد ب10 اللي هو ده، والستيكس الواحد برضو ب10، اما جوستو ده الواحد ب16 جنيه. تمام، اللي بالشوفان اعتقد عشان هو سناكس صحي اكتر وفري جلوتين، جلوتين فري، فالموضوع ده بيغلي السعر شويه، فسعره 16 جنيه. بس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. كده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، مش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان تصيركم عشان انزل فيديو على طول. ولو بتحبوا نوع دي من الفيديوهات اكتبوا لي واقترحوا عليا اجرب ايه بقى، ادخل في الحلويات ولا ايه. وبس كده، يلا باي باي.